أيها الحفل الكريم، أنا أخجل من أن أخاطب جمهورا من أهلي في البحرين لقلة الحيلة وضيق اليد في نصرتهم. مجتمع تكالبت عليه قوى العالم لتقمع ثورته وتطفئ وهج كرامته، ولكن كلا وألف كلا. عام انقضى مذ أقدم آل سعود على ارتكاب جريمتهم النكراء بإعدام آية الله الشهيد الشيخ نمر باقر النمر الذي حمل راية الدفاع عن المظلومين وفي مقدمتهم شعب البحرين الذي دافع عن ثورته وحتى آخر رمق من حياته. وإحياء لذكراه الخالدة أقام البحرانيون حفلا تأبينيا في مؤسسة دار الحكمة بلندن. الشيخ النمر رحمه الله شعر أن هذه الثورة ثورة مباركة ومقدسة وأن واجبه الشرعي يقتضي منه أن يقف معها، لأن لديه ذلك الحس. لكنه مثلا هناك داخل البحرين من هو محسوب على النظام، من لا يحس بتعب الجماهير وحاجة الجماهير، لذلك هو يشعر بالانقباض من الثورة، يشعر أنه أقرب للطغاة. المشاركون أكدوا على أهمية الاستمرار بحمل شعلة الحرية التي رفعها النمر دفاعا عن الشعوب المقهورة وعن القابعين في سجون آل سعود. Now Sheikh Nimr has gone, and that means that we should defend the political prisoners, the innocent, peaceful political prisoners that are currently languishing in Saudi Arabian jails, such as youth protesters like Ali Nimr, Dawood al-Marhoun, Abdullah Zahar, as well as many others and Shuukh as well, who have stood up in defense of Sheikh Nimr, such as Sheikh Muhammad al-Habib and Sheikh al-Radi. دماء الشيخ النمر لن تذهب سدى، وسيدفع آل سعود ثمن الجريمة التي ارتكبوها بحقه. حتى النظام السعودي وهو رجل في عقر دار آل سعود قضى مضاجعهم ولذلك قتلوا، لكن دماءه ستكون شبحا يطارد هذا النظام، وببركة دمائه سيسقط ويتهاوى عرش آل سعود. دم الشهداء خالي وذكراهم تظل عاطرة حية تتناقلها الأجيال، وأما الطغاة الظالمون فلا عزاء لهم. بعد عام على استشهاده أحيا البحرانيون ذكرى آية الله الشهيد الشيخ نمر النمر الذي ظل مدافعا عن قضيتهم وحتى الرمق الأخير من حياته وغير آبه لظلم وجبروت آل سعود وآل خليفة. سهر عرابي للبحرين اليوم من مؤسسة دار الحكمة في العاصمة البريطانية لندن.